بسم الله الرحمن الرحيم. الارك فلاش فام 321 السوفت وير بتاعه اسمه فام 6. فام 6 ده السوفت وير بتاعه شنايدر موفره. تفتح الموقع كده وبتدور على السوفت وير، في هنا دوكيومنتس اند داونلودز، بعدين سي مور دوكيومنتس، بعدين الملف اللي هو ده فام ست سيتنج سوفت وير انستليشن. ده تنزله هو 5.5 ميجا بايت داونلود، وبعدين اختار المكان المناسب. بعد ما بينزل هو ما بيتسطبش ولا حاجه، بيفتح معاك مباشر على طول. بعد ما التحميل انتهى تفتح الملف هو ده، بعدين بتعمل له اكستراكت. هو ده الملف بينزل بالطريقه دي. الملف الجزء ده كده او الملف ده اللي هو الابلكيشن، بس تضغط عليه دبل كليك هيفتح لك السوفت وير. طبعا تروح جاي دي كوم 3، بعدين تروح على الكوميونيكيشن سيتنج، سيتنج كوميونيكيشن سيتنج، وتظبط الكوم بتاعتك. هي مش هتبقى، مش هتلاقي هنا غير الكوم 3 او نتورك، بعدين ابلاي خلاص. بعد كده في البوتوم بتاع الكوميونيكيشن من هنا ده، هو بيشوف كوم 3 اوكي، بيقدر يقرا السيتنج من على هنا. طالب الباسورد، هو في المانوال لما تقرا الباسورد قال لك الباسورد 2 0002، هو ده رقم 2. تضغط اوكي يبتدي يقرا بقيه السيتنج. اللي هو بيفصل الباره والانكمر والسورس، يعني لو حصل ارك بديل للكرنت. يعني الجهاز عن اللي هو الفام ب 321 شغال بالكرنت او لايت. فهنا ظاهر لك الديفايس انفورميشن. اول حاجه تقدر تغير هنا اسم المحطة أو المكان اللي أنت فيه. أنا في مكان اسمه راودة سودير أو سودير سب ستيشن. ممكن تضيف هنا حاجة تانية. لو عايز تبعت الكلام ده بقى بالأحمر تقدر تبعت عندك، تقدر تبعت طبعا هنا المؤشر ما بيظهرش الكلام، بس هنا رايتنج ده اللي في النص ده رايتنج كارنت فيو. لو التسجيل واقف كانت ظهرت كويس، اللي هو لما تشير تحط المؤشر هنا كانت تظهر لك ان ده هتقدر تبعت الكرنت فيو، بس هنا السيتنج كله طريقه الارسال. يعني بعد كده الاسم السب لوكيشن او المكان اللي متركب عليه الجهاز بالظبط، الخليه يعني انكمر واحد، وهو ده اركم ماستر ديفايس نيم، وفام 321 ده الموديل بتاعه اللغه. بس لو انت حابب تشتري الجهاز ده يبقى او تكتب له ان سي ار ان هو فيه مشكله ولا اي حاجه، تكتب الكود ده اللي هو الاوردر كود اللي بتقدر تشتريه منه او كده. بعد كده في الديت والتايم، يعني دي معلومات عامه عن الجهاز. طيب بعد كده دي ميجرمنت، احنا ما عندناش كرنت، انت احنا عندنا لايتنج، حاجه اسمها هارمونيك برضو مش شغلنا. احنا هنخش على الارك بروتكشن. الارك بروتكشن العنوان الرئيسي في الارك بروتكشن، بتقدر تستفاد منه انك تعمل هنا انستول. كلمه انستول دي لايه؟ انستول ارك سنسور اند انبوت واوت بوت يونتس. بمعنى ايه؟ بمعناها ان انت لو عندك الوحدات اللي متركبه على الارك فلاش ريلي الفام 321 ممكن تكون اكتر من وحدتين ثلاثه اربعه، فالجهاز يعرفهم ازاي؟ بتعمله انستول من هنا. اول ما تعمل انستول تقدر تبعت من هنا
فهيظهر لك في القائمة اللي تحتها انستولينج، يعني الستيت بتاعته حالته عاملة ازاي دلوقتي، هو بيسطبه بيقراهم يعني، بيشوف انت موصل له كام سنسور بالفعل. هو بالفعل كده خلاص قرا كل الانبوت السنسور اللي عنده اليونت اللي حواليه. طيب نبص تحت كده شويه، هو بيقول لك انا عندي الستيج بتاعتي 8. ايه هي الستيج؟ الستيج اللي هي اقدر زي اليونت في الاجهزه العاديه، يعني اقدر اعمل 8 ستيج لوظيفه الارك فلاش. هو عاملهم كلهم اون، انا محتاج 2 بس، مش محتاج كله يبقى اون يعني، بس مش هتفرق معايا يعني، هما مش مطلوب تعملهم اوف او اون الا لما تستخدمهم. بس لو عملوا اون وهم اصلا مش مفعلين في الخيارات يبقى مش هيستخدم. انت هنشوف دلوقتي احنا مستخدمين ستيج 1 وستيج 2 بس، والعمود الثاني ده تريب ديلي مضروب في 1 ملي سكند. يعني انت لو عايز تاخر الاوت بوت طبعا احنا عايزينه اقل من زيرو لو نقدر يعني، لان الزمن بتاعه هو كان اهم حاجه في الموضوع. السبب في تركيبه انه زمنه اقل من زمن البصمه، فده لو انت عايز تعمل ديلي مثلا بالملي سكند مضروب في ملي سكند، يعني مثلا لو قلت 5 يبقى 5 في 1 ملي ب 5 ملي سكند، او القيمه دي بالملي يعني. اوكي، ده بالنسبه للديلي تايم لاي ستيج انت عايزها تشتغل. طيب وهنا هولد، الهولد تايم ده يعني كونتاكت يفضل قافل قد ايه، طبعا مضروب في 20 لان قيمه الهولد انت عايز الكونتاكت يفضل قافل قد ايه، مش المينيمم بتاعته 2 ملي، يعني 20 ملي سكند يفضل قافل عشان يعمل تريب لو انت ما خليتوش لاتش. احنا في السكيم بتاعنا مخلينه لاتش. الستيت دي الحاله بتاعته اللي هو قاريها دلوقتي، هو قاري ان هم الستيج مش شغال دلوقتي، يعني مفيش اي سنسور شغال دلوقتي. الديجيتال انبوت ده من خلاله بتقدر تعمل تقدر تعمل بلوك للستيج. مثلا انا عايز ديجيتال انبوت واحد يعمل بلوك للستيج الاولاني، خلاص يبقى ديجيتال انبوت واحد اول ما يفعل هيعمل بلوك للستيج الاولاني، وهكذا. انه بيقدر يعمل بلوك لاي فانكشن في ريلير، بيقدر يعمل بلوك لكل حاجه الا الارك فلاش من الوظائف دي، سي بي اف او غيره. طيب بعد الجزء الارك ستيجز ده، في عندي لوكال ارك سنسور انستول. يعني ايه اللوكال؟ لما يقول لي كلمه لوكال يقصد فيها الفام 321 ريلي نفسه، ما يقصدش المديولز اللي جنبه، لان الريلي نفسه لما قرأ، لما عملنا ريد دلوقتي للريلي قرأ ان هو عنده 1 2 3 4 5 5 سنسور بادئ برقم 2. احنا عندنا مشكله في سنسور رقم 1، فلما شلناه وعملنا انستولنج رجع شاف كل السنسور المتوصله بيه لقاهم 5 بس، ولقى ان رقم 1 مش متوصل، اللي هو اللي هيجي لنا بكره اللي هو عاملين بي ان سي ار، هنركبه اول ما يوصل ان شاء الله. فهو ما قراهوش لان انا عملت، هو بيقرا الحاجات الموصله بيه بس. بعد كده تاني قائمه بتخص الارك فلاش، الانبوت اوت، الارك انبوت اوت بس دي فيها الزون. بيقول لك انت عندك اربع زون، تقدر تعمل اربع زون، وكمان بيفصلك الانستول انبوت اوت بوت يونتس عباره عن ايه. احنا عندنا اربع مديول، واضح جدا ان هم اربع مديول، دول متقسمين فرصة كده، زون واحد وزون اتنين، زون واحد فيها كارتين وزون اتنين فيها كارتين. لما قرأ ان هنا متوصل كل السنسور واحد اتنين لغاية عشر، ولما قرأ زون واحد المديول التاني قرأ فيه من واحد وبعدين نط اتنين تلاتة، دول سبير اصلا ما فيهوش مش متوصل فيهم سنسور عشان كده ما قرأهمش، فقرأ واحد اربعة خمسة ستة لغاية عشر، وادالك الرقم النمبر اوف سنسور 8 هنا، وهنا في 9 سنسور متوصلين رقم 3 مش متوصل، وفي هنا 8 رقم 3 و10 مش متوصل. فبالفعل الحاجه اللي متوصله بس السنسور المتركب بيعرف يقراها، لو ما فيش سنسور ما بيقراش. تمام. طيب بعد كده الارك ماتريكس كارنت. لو انا عندي كارنت هقدر اختار الستيج، يعني عايز الارك ستيج 1 تشتغل مع الاوفر كارنت، ارك ستيج 2 ارك ستيج 3 مع الاوفر كارنت، براحتك اي ستيج انت عايزه، او ايرث فولت او اكسترنال اوفر كارنت وغيره. طيب بعد يبقى ده كارنت، انا مش محتاج كارنت في السكيم بتاعي هنا، انا محتاج الارك ماتريكس لايت اللي هو بيشتغل بالارك او باللايت. الارك ساعه الفولت بيحصل ارك شبه اللايت ضخم جدا شديد قوي، تمام.
فهو بيكتشفه باللايتنج. ستيج 1 عملها بتشتغل مع سنسور 1 و2 و3، لان احنا قلنا قبل كده ان اللوكال اللوكال بتاعي 6 سنسور اللي هنا دول دول بتوع الريلي نفسه. فمقسمهم ازاي؟ مقسمهم 3 لزون 1 وعمل معاها تشتغل انها كزون 1، و3 التانيين زون 2 اللي هو بالظبط عايز يقول لك سيكشن A وسيكشن B. فانا عندي ربط زون 1 بالثلاث سنسور الاولانيين وربط زون 2 بثلاث سنسور الثانيين. طب الموضوع الفيدرز عندي كبير، فبالتالي بقيت هو الريلي ما فيهوش غير الستة سنسور دول. استخدم الوحدات الخارجيه عشان يستخدم 10 سنسور من كل وحده، او لو ساب فيها واحده سبير او اثنين. بعد كده الماتريكس اوت، يبقى ده السنسور وده الاوت. برضو الريلي نفسه الديفولت بتاعه فيه اربع كونتاكات وواحد الار اللي هو تي 1 2 3 4 والار، وفي باينري اوتبوتس انا استخدمتهاش قبل كده، وفي الزونات اللي هي اللي عندي. طيب انا الـ عايز اللي هو الكونتاكت يبقى لاتش، فبختار لاتش من هنا او كده، هي لاتش كده. الكونتاكت ده بلس مش لاتش، والبلس انا بقدر اختار اللي هي اخترنا التايم بتاعها هولد من اول صفحه او فوق لما شفناها في الصفحه. يبقى ستيج 1 تشتغل مع تي 1، ستيج 2 مع تي 2 شغلها لاتش برضو، وستيج تي 1 وتي 3 مع ستيج 1، وتي 2 و4 مع ستيج 2. طيب بعد كده ايفنت فولتج هارمونيك وحاجات كده. انا يهمني ايه تاني بقى في الموضوع ده؟ يهمني ده سلوت 3، ده الكارت ده لو بصيت في المانوال هيقول لك هو مديك 6 ديجيتال انبوت و4 ديجيتال اوت، في كمان اربعه هم معايا. الاربع اوتبوتات دول بقدر استخدمهم لو موجودين عندك في الريلي تقدر تستخدمهم، بس ده كارت مضاف للريلي. طيب وبعدين اقدر اعمل له كونفيجر ازاي الكارت ده؟ من كلمه ماتريكس هنا بتقدر تعمل للاوتبوت كونفيجر، بس ده بقى الاوتبوت بتاع كل اللي عندك القديم اللي هو بتاع الريلي نفسه الاربع كونتاكات مع الالار، وكمان معاك الكارت اللي انضاف اهو موجود هنا في الحته ديت، تقدر تستخدمه زي ما انت عايز. و بس اي حاجه بقى فانكشن داخليه للريلي تقدر تعمل شغالها مع الاوتبوت ده. طيب في حاجه اسمها البلوك ماتريكس، البلوك ماتريكس دي برضو تقدر تعمل بلوك لاي فانكشن. وطبعا قلنا المانوال ذاكر ان انت ما ينفعش تعمل بلوك بالباينري انبوت للارك فلاش. في هنا الليد ماتريكس الوانها يعني تستخدم جرين وريد، وده ال الاوبجكت بلوك ماتريكس لو عايز تخلي الستيج 1 بيحصل لها بلوك مثلا عن طريق الباينري انبوت، او اللي هي الباينري انبوت واحد تختاره هنا مثلا كده عمل بلوك. لو ان لو هاي يعني اكتف هاي. في حاجه تانية، في سيتنج هنا اسمه فانكشن بوتوم. في السيتنج ده السيتنج الفانكشن بوتوم ده سميه زي ما انت عايز تسميه بقى، اللي هو جزاك الله خير يا باشا، اللي هو تقدر تعمل بيه فانكشن معينه. مثلا انا متعب جدا بالنسبه لي ان انا اقعد ارست الريلي، تمام؟ ف انا اقدر عن طريق البوتوم اللي انا عندي اثنين بوتوم اف 1 واف 2 مكتوب عليهم كده، ف انا اقدر اعمل تايم للاف 1 واف 2 ده. هنا مثلا اقدر اعمل تايم ان انا اضغط قد ايه يتحقق الاف 1 ده. مثلا لو ضغطت ثانيه ونص مثلا، يبقى بعد ثانيه ونص هيحقق الفانكشن اللي انا اختارها له. طب ايه هي الفانكشن اللي اختارها له؟ اختار ريليز اول لاتشز اهو كده. اف 1 ثلاث استخدامات دول اف 1 واف 2. انا هعمل واحد مثلا ريليز اول لاتشز
ان اي حاجه لاتش. انا المفيد عندي ان انا لو ضغطت على اف 1 او اف 2 يعمل لي ريليز للاول لاتشز. بعدين تقدر تبعت الكلام ده بس خلاص. طبعا بالنسبه للفانكشن كي لما تيجي تختار الفانكشن كي يشتغل بطريقه معينه بتقدر تحددها من هنا زي ما حكينا ريليز اول لاتش. انا عايزه طبعا يعمل ريليز بس سواء فانكشن 1 او كي 1 او كي 2. بس لازم عشان تشغلها لازم تضغط هنا كده عند الفانكشن بوتوم، لازم تختار ان هو يبقى بروجرام، يعني احنا اللي برمجناه بروجرام فانكشن، والا مش هيشتغل معاك. تمام، بس ساعتها يشتغلوا بالوظائف. هنا في حاجة مهمة اللي هي السلوت انفورميشن. لو انت عندك الكارت ده، لانه بيديك في المانوال مجموعة الكونتاكتات اللي قدامنا دي، بس تي 1 2 3 4 اي 1 اي اف. اي اف ده اي 1 ده بروجرامنج، يعني تقدر تبرمجه مع اي ستيش بروجرامبل. اما اي اف ده انترنال ريلي فولت، اي فولت داخلي بيحصل بيدي الارم. طيب يبقى ايه لازمة ان انا اعرف الكروت؟ مثلا الكارت ده بيقول لك انبوت اوتبوت كارت، ده الجزئيه دي من المانوال عشان يحدد لك عدد الكروت. يعني الكارت ده معناه 3 بي اي او بلس 2 اي 2 ارك. لما نيجي نبص بقى للسيتنج اللي يقول لك هنا نفس ال 3 بي اي اوز بلس 2 ارك، تاخد الكلمه دي وتدور بيها في المانوال يقوم يطلع لك الكارت ده. لما بصيت في المانوال تلاقي يقول لك اه ده في عدد الكونتاكات كذا، 3 باينري انبوت اند 3 باينري اوتبوت 2 ارك لايتنج سنسور. ف ميزه الجزئيه دي في السيتنج ان هو بيقول لك سلوت انفورميشن. سلوت انفورميشن بيحدد لك كل سلوت في موجوده في الجهاز فايدتها ايه. لو انت عملت ريد من الجهاز بيقرا لك الانفورميشن بتاع كل كارت موجوده في الكاش. لو مثلا هنا سلوت 4 سلوت 5 ما فهمش حاجه خالص، سلوت 10 نفس الشيء. فاي سلوت هنا موجود تقدر تاخد مثلا كلمه باور ايه وتحطها في المانوال هيجيب لك تفاصيل الكارت ده بتاع ايه بالظبط. طبعا هو كارت الباور ده، يعني كارت 3 بي اي او بلس 2 ارك اللي احنا بصينا عليه، وهكذا 6 دي اي بلس 4 دي او تبص عليها في المانوال برضو، او 6 دي اي بلس 4 دي او. فدي جزئيه مهمه جدا يعرفك ايه اللي في المخرجات الريلي، لانه في المانوال معطيلك بس الايه 4 كونتاكت تي 1 2 3 4، بقيه الاوتبوت مش رسمه لان ده بتبقى كروت مضافه. طيب في عندنا اللوجيك. هنا اللوجيك لما بتضغط على قائمه اللوجيك دي، لو حابب تعمل اي لوجيك جيتس لتحقيق اي فانكشن معينه، بتضغط كليك شمال في المكان الفاضي هنا بيديك السؤال ده، يقول لك do you want to add new function؟ yes. تضغط عليها كليك شمال تديك الايديت بتاعتها، ايديت بروبرتيز، هنا تعملها اند اور اللي انت عايزه. بعدين هنا تاخير الاوتبوت، وهنا انفرتد ولا لا لو عايز تعكس الاوتبوت، وهنا انيبل اني انفورميشن اي انفورميشن انت عايز تحطها. اي فانكشن الارك فلاش انت عايز تحطها، واي فانكشن للريلي نفسه اللي هو الفامب 321. وطبعا الانفورميشن بتبقى هنا عن المعلومه عن الفانكشن اللي انت عايز تنفذها. الانبوت بتقدر تختار الانبوت من هنا، تحدد الانبوت اللي انت عايزه لازم تعمل له اد من هنا، والاوتبوت اللي انت عايزه من هنا سيلكت اوتبوت لازم تعمل له اوتبوت من هنا، مثلا تريب ريلي 1 اد بس. وكده يبقى خلصنا اللوجيك جيت. تقدر تعمل اي فانكشن لتنفيذ اي حاجه انت عايزها مسموح بيها في الجهاز. وحده رئيسيه اللي هي الفام 321، دي الوحده الرئيسيه بتاعتنا. والكونتاكتات اللي بتعمل تريب تي 1 2 3 4 تي 13. طبعا تي 13 ده يوحي لك على طول ان في كارت زياده عن الكارت الرئيسي بتاع الريلي. او الوحده الرئيسيه الفامب عليها اثنين سيرسور هنا، واحد اهوت، ثلاثه الناحيه دي وثلاثه الناحيه دي. الثلاثه دول مستخدمين لكل انكمر، يعني دول بتوع الفامب السنسور بتاعهم اللي متركب على الانكمر نفسه. الوحدات الفرعيه مقسمها بطريقه مختلفه. الوحدات الفرعيه طبعا ليها تي 1 تي 2 3 ده الاوتبوت، تريب كونتاكت 1 2 3 اللي هو مستخدمهم للفيدرز، انكمر 9 اوكسيلري ترانسفورمر، انكمر فيدر اتش 9 اللي هو بتاع الاوكسيلري ترانسفورمر، فيدر 1 فيدر 2 اللي هو
الاوردر نمبر بتاع الريلي فامب 321 مع الوحدات الفرعيه بتاعته فامب 12 ال دي. الفامب 12 ال دي ده كل ما انت محتاج سنسورز تركب الفامب 12 ال دي ده. طريقه تركيبها اللي هو ايه، كوم واحد وكوم اتنين، كوم واحد مع كوم واحد للفامب 321 وكوم اتنين وكم اتنين من الفامب من الريلي الفامب 321 مرتبطه مع كم واحد للفامب للمديول اللي جنبها الفامب 12 ال دي وهكذا. كم اتنين هنا مع الوحده اللي في المربوطه في المحول الثاني، انا قلت في وحدتين في المحول الثاني وهكذا. كم واحد جايه وبعدين كم اتنين رايحه، كم واحد اللي بتستلم وكم اتنين اللي رايحه. تمام. طيب يبقى لو ابتدينا هنا كوم واحد هيروح على كوم واحد في الفام 321 وبعدين كوم اتنين تروح على كوم واحد وهكذا. طيب تقسيمة السنسور في الوحدات الفرعية، مقسم سنسور واحد واثنين وثلاثة بيشتغلوا على الكيبلز ازاي؟ عندك البانلز بتقسمة كيبل كومبارتمنت، كيبل بريكر كومبارتمنت، اند بس بار كومبارتمنت. ده كده اس واحد ايه ده السنسور بتاع الكابل، اس 2 ايه السنسور بتاع الكابل وهكذا. طيب اتش 09 ده الاوكسيلري ترانسفورمر فيدر اوت جوينج فيدر، اتش 07 اتش 05 انكمر، اتش 03 اوت جوينج فيدر 2. طيب مقسم السنسور ده، السنسور رقم 1 و2 و3 دول بيشتغلوا على الكابلات، يعني اي سنسور من الكابل لو مشيت معاه كده هتلاقيه جاي من السنسور بتاع الكابل كيبل كومبارتمنت اس 1 ايه، طبعا ده بتاع اوكسيلري ترانسفورمر. برضو بتاع اتش 07 اس 2 ايه ده ماشي كده على سنسور رقم 2، سنسور رقم 3 ماشي على اتش 03 او جونج فيدر. تمام. اما الكابل بتاع الانكمر اس 1 بي واس 2 بي ده رايح فين؟ رايح على الفامب 321. طيب بعد كده عندك الباسبار كومبارتمنت والبريكر كومبارتمنت بادئين من سنسور 4 لغايه سنسور 10. يبقى لو انا عايز اللوجيك بتاع اشغل السنسور ده ان هو يفصل الباسبار او يفصل البريكر بتاع السكشن، باخد من اول سنسور 4 لغايه سنسور 10. برضو في الناحيه الثانيه هنا انا عندي اول ثلاثه للكابل، فانا عندي هنا ما لهمش استخدام سبير، فمستخدم اول سنسور بس على الكابل بتاع الفيدر اتش 01 وبعد كده الاثنين التانيين سبير. ده اللوجيك اللي ماشي بيه. الاثنين دول متركبين على المحول الثاني زي ما قلنا، كوميونيكيشن جاي من الوحده، هو الكوم واحد جاي من الوحده الثانيه في المحول، وبعدين كوم اثنين تودي على كوم واحد، وعلى كوم اثنين هنا برضو ممكن تودي على كوم واحد لو عايز وحدات كتير تقدر توصل بالطريقه دي. طبعا الباور ده كابل، ده كابل الايثرنت ده هو اللي بيشغل الوحده الفامب 12 ال دي ده، يعني هو اللي يعتبر الاوكسيلري سبلاي اللي بيشغل الوحده نفسها، لو شلته هتفصل خالص. ومعلومه ثانيه ان زي ما قلنا الثلاثه سنسور دول بيتركبوا على الكابلات، برضو المعلومه ان تي 1 ودي 2 و3 بياخدوا من السنسور ده، يعني لو سنسور واحد اشتغل يشغل معاه تي واحد، لو سنسور اتنين اشتغل يشغل معاه تي اتنين، لو سنسور تلاته اشتغل يشغل معاه تي تلاته. طبعا سنسور تلاته سبير يبقى الاوتبوت بتاعه سبير، يعني انت ما تقدرش تعمل برمجه للوحده ديت. اول تلاته سنسور بيشتغلوا على الكابلات وبقيه السنسورز بيشتغلوا على الاصبار والسيركت بريك وهكذا. الوحده التانيه اول تلاته للكابلات على السكشن التاني يعني، والباقيين للسيركت بريكر والباسبار. وبعدين كده ده اللوجيك بتاعه. في ايه تاني؟ ده اللوجيك جيتس اللي بيشتغل بيها الفام 321 ونظام الارك فلاش، اللي هو مثلا اول حاجه لو عايز اشغل تي 1 وتي 2 و3 كارك ستيج 1 بشغل معاه السنسور اس 1 بي واس 2 واس 3 بي اللي هم على الانكامر 1. تي 1 وتي 3، واحد بيعمل كلوز بلوك للسكشن والتاني اللي هو تي 3، وتي 1 بيطرب او هو كاتبه هنا واحد بيطرب الانكامر 1 من ناحيه اللو فولت سايد، واحد الاب ستريم يعني الهاي فولت سايد، والتاني تي 13 في الباس سكشن. تمام.
بعد كده اس 1 بي و60 بي و3 بي دول متركبين على الفان ب321 معاهم زون 1. زون 1 دي اللي بقولك هنا اي سنسور من اللي هو على البريكر او الباسبار في الوحدات التانية. ده اللوجيك اللي هو شغال بيه سيمبل خالص. لو الاكزيلري ترانسفورمر يا اما اس 1 بي يفصله يا اما حاجه من الزون لو في على الباسبار فولت وارك يعني برضو يفصل الاكزيلري. طريقه الاختبار التايم بتختبر التايم عن طريق ان انت بتركب التنسور ده اللي هو اس 1 اي هيسلط عليه لايت لمبه كبيره ممكن تكشف الكفر بتاعه عشان يدي تايم اقل لان كل ما تسلط الضوء بكثافه ولو قفلت الغطاء اللي ورا من خليه من ورا مثلا ممكن تظلم المكان بحيث ان الضوء يكثف على اس 1 اي حاول تجيب لمبه كبيره اللي هي مثلا 100 واط ولا حاجه وتاخد الاوتبوت من تي 1. يعني انا دلوقتي شغلت اس 1 يبقى الاوتبوت بتاع تي 1 دايركت هتاخد تي 1 يعمل ستوب للتايمر و او الانبوت عباره عن ال 1 بول من الام سي بي مثلا اللي هيشغل الانبوت اللي هو اللي هيشغل اللمبه يشغل اللمبه يدي ضوء والاوتبوت من تي 1 هيدي ضوء وفي نفس الوقت البول الثاني يعمل ستارت للتايمر والاوتبوت من تي 1 وهكذا. تي 2 هيشتغل مع سنسور 2 تي 3 هيشتغل مع سنسور 3. ومن ضمن الاختبارات اللي بتتم انا لو شلت اي سنسور من العشرة دول او في اي وحده ثانيه او في حتى في الوحده الرئيسيه لازم يدي ليد ايرور على الفام 321 ان في سنسور مش موجود وهو المفروض تايم بتاعه 7 ملي سكند زي ما المانوال بيقول. يعني هو بيقول لك هنا ان هو بيشتغل لسه 7 ملي سكند اوبريشن تايم. انا كمان اللمبه مش هي الطريقه الصحيحه للاختبار فبيطلع معايا 16 لغايه 25 ملي سكند في الحدود ديت. وافضل طريقه للاختبار تجيب فلاش كاميرا بيشتغل بوايرات تشغله بوان بول والبول الثاني يعمل ستارت للتايمر فلاش كاميرا قوي جدا هيشغل السنسور بسرعه. ده كده النمبر اوف سنسور اللي كنا بنتكلم عليه سنسور 1 سنسور 2 سنسور 3 سنسور 4 5 6 7 لغايه 10. كل رقمين من دول هم 20 رقم كل رقمين من دول سنسور. احنا هنختبر سنسور 1 اللي هو ده تقدر تخلي اللمبه ثابته وتنقل الوايرين دول هنا وهنا 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 بحيث انك تختبر. انا هستخدم طبعا اول 3 بس لان هم اول 3 على الكابلات بيشغلوا التايم بقى اللي تحت ده تي 1 2 3 يبقى السنسور ده بيشغل تايم 1 السنسور الثاني بيشغل تايمر 2 السنسور الثالث بيشغل تايمر 3 او تريب كونتاكت 3. فانا هشيل الوايرين دول واركب عليهم الاوت بوت كونتاكت بتاع التايمر اللي هيعمل ستوب للتايمر. الستارت بتاعه دول الكابل بتاع اللمبه الوايرين هنركبهم على التايمر الستارت بتاع التايمر. ازاي؟ هنخليه بالفولتج هنا كده ونوصل الطرفين دول برضو على الفولت الاي سي اللي هنا تمام. يبقى الاي سي ده بيغذي التايمر وفي نفس الوقت بيغذي اللمبه. وبعدين اشيل ده كده هيدي البوزيتيف امتى او هيدي الفاز امتى لان ده اي سي هيدي الفاز امتى لما يدي الفاز لا هيديها لللمبه وفي نفس الوقت يديها للتايمر تعمل ستارت. هيشيل الوايرين بتاعت اللي رايحين اتش 09 اتش 09 تي 1 لام ديت اللام لام بعديه اللمبه دي 68 وقت. فانا هحطها كده ده السنسور. لو عايز تجيب التايم اقل شيل الكفر البلاستيك من عليه من عن طريق الهوك كده انا بس هروح حاططها هنا كده في اللمبه من جوه كده. حاول لو اون بلس تايم اشيل دي كده الطرف ده يبقى في ايديا واعمل اون بلس تايم. التايمر طبعا عمره ما هيستارت الا مع فولتج اي سي زي ما انا مختاره هنا كده. طبعا ده كونتاكت فري انا مش حاطط عليه فولت ولا اي شيء. المفروض كنت اختار ان او انا اخترتها ان سي ده غلط. هنجرب تاني اون بلس تايم خلاص هنرجع لكم وتكلمكم 45 ملي سكند. تاني نجرب تاني يمكن الزمن يقل بيقلب 34 ملي سكند ملي سكند. بس لو ده طريقه اختبار التايم حط بتركب لمبه كبيره او المفروض فلاش كاميرا على سنسور بعدين تاخد الاوت بوت اللي بيعمل تريب للفيدر هو ده التريب كونتاكت بتاعك اللي هيعمل ستوب للتايم. بس اختبار بعد كده التايم ده اختبار لوحده. بعد كده عايز تختبر كل سنسور بتسلط عليه ضوء وتشوفه يعمل تريب للبريكر ولا لا. طب هو ليه ما عملش تريب؟ عشان احنا باصين لورا.
شلت الوارين انا بتاع الستوب من هنا وسلط هسلط ضوء على اللمبه دلوقتي. المفروض انه يفصل الفيدر اللي هو ايه متوصل عليه. الفكره العمر ما حد سالني قلت له لحظه لحظه وليه الجول مفروض بيديك الارم على الوحده ان عمل لها تريب اللي هي عليها فلاش دي هو السنسور اللي اشتغل. طبعا هم 10 ليد ال 10 سنسور وهنا في ليد تريب اهو